بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شاف. اليوم واش جيت ندير معكم؟ جيت ندير معكم طبق جزائري ممو في حجر مو. واش عندنا في هذا الطبق؟ جبت كلكو مغصو برك تاع لا فيوند، حبيبة تاع البصل مقطعة رقيقة، عندي حميصة، جبت شوية حميصة انا تاعي مشمخة بصح ماشي اللي مطيبتها، عندي فلفل اكحل صح، جبت الفلفل الابيض بوافغ بلون، شوية تاع كركمة، مغرفة تاع السمن، وراس المغرفة على راس المغرفة تاع القرفة، وعود تاع قرفة، والملح بيان سور، وانا ندير لاتوش تاعي ان كويارا كافي نتاع السكر، وزوج مغارف تاع زيت. بون واش ندير؟ نديرو دوك نجيبو الطنجان تاعنا، نحطو هذيك زوج مغارف تاعنا تاع زيت، ونزيد ندير لها السمن، ونحط اللحم، نحط اللحم تاعنا، نزيد فوقو البصل كده، فوالا نبصل، نزيد الحميصة، الحميصة ونزيد لي زيبيس تاوعي اللي قلت، الملح، فلفل أبيض يعني بوافغ بلون، منجيبش الكحل هذاك، وشوية تاع القرفة برك، معناها راس المغرفة، والعود تاعي تاع القرفة. هايك غير شويه برك على راس المغرفه هاودي، وشللت هو هذاك لو تاعنا تاع القرفه نديرق هذاك، وندير هذيك لا كويارا كافي نتاع السكر، انا قلت لكم توجور ندير هاد لاتوش ديالي، تجيكم هذيك المريقه بنينه. نخلي دوك هاد الشيء كامل اللي يدوب على نار الليله، فوالا ما نقويوش للنار، توجور الماكله طيب على نار الليله باش تبنى بنينه، والماء انا نغليه لازم نمرقو بالماء سخون. شوفوا داب كلش هذاك البصل، هذوك لي زيبيس دخلونا في اللحم في البنه تاع اللحم، دوك نمرقو، دوك نروح نوجد لافارس تاعنا اللي قلنا ممو في حجر مو. واش فيه؟ فيه ولاد الدجاج مغليين، عندي واحد 200 غرام تاع اللحم كفت يعني لا فيون داشي لحم مرحي، وانا جبت ربع حبيبات تاع ولاد الدجاج كل واحد على حساب عدد افراد العائله، باسكو نقسموهم من بعد على نص. عندي حبيبه تاع البصل مقطعه رقيقه، وعندي فلفل كحل، الملح، وحبيبه تاع ولاد الدجاج باش نعجن بها هاد لا فيون داشي. نحط البصل، لازم نديرو البصل باش يجينا هذاك اللحم يجينا طري، نزيد الملح، نزيد فلفل الكحل، ونبدا نعجن فيه، وندير ولاد الدجاج ندير بشويه هكذا، لازم نعجنوه بيدرا، شوفوا ولاد الدجاج ما درتهاش كامل، انا خليت شويه باسكو لا فيون داشي ما عنديش بزاف انا. دركا نجيب ولاد الدجاج تاعي هكذا، نحكم لا فيون داشي، ونبدا نديرها ونغلق كامل عليها، شوفوا نزيرو مليح عليهم، فوالا شوفوا نزيروهم. دوكا نروحو لاصوص تاعنا، المريقة تاعنا، هاوليك اللحم ديالي وطاب لي، دوك نحط هاد لي بولات تاع لي قلنا داخلهم الحبيبة بلا دجاج، نديروهم يطيبو في هاد المريقة، هام دوكا كي طابو لنا دوك نحيهم، ونروح نقليهم نحمرهم، ماشي نقليهم يعني نحمرهم شوية زبدة وشوية زيت، درت في المقلاة شوية زبدة وشوية زيت، هاوليك نحطوهم نحمروهم، ومن بعد نعاودو نرجعوهم للاساس نقطعوهم نديروهم في لاسيت تاع البريزونطاسيون. هاوليك دوكا الطاجين تاعنا ممو في حجر مو كي وجدنا، هاوليك كيش قطعتهم، هاوليك شهيتكم بالصحة ان شاء الله. اش تقولكم زينب؟ قولكم جربوه، قولولي واش رايكم فيه، وانا عجنت معاه شوية مطلوع.
انا ديجا درت لكم المطلوع ودرت معاه عندي درت ودرت لكم ديجا لي جو تاع لا فريز بلورانج لا فريز بالبرتقال عصير هايل. تقول لكم زينه راه كان حبيتو كاش دي فيديو خليوا لي واش تحبوا ندير لكم ديركم وان شاء الله نقول لكم تاكلوا بصحتكم وفيديو واحد اخر ان شاء الله.